فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى آيات الأحكام، ونحن على موعد مع أحكام أخرى وآيات أخرى في قوله تعالى سبحانه جل في علاه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن شهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أفضل أكبر من القتل. الله فرض على المؤمنين القتال وهو فيه مشقة في النفوس، ولكن له رفعة في الدرجات عند رب العباد سبحانه جل في علاه. فالمخاطرة والمقامرة على النفس بيعا وصدقا لله جل في علاه يفوز المرء بها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش على سرية في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيرا لقريش فيها عمر بن عبد الله الحضرمي معه ثلاثة، فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فيها من تجارة الطائف، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جماد الآخر. فقالت قريش: قد استحل محمد شهر الحرام. طبعا هو كانوا يعظمون جدا البلد الحرام وشهر الحرام. فقالوا: قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم شهر الحرام شهرا يعمل فيه الناس ولا سيما المخالفين. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعظم ذلك على أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الأحكام الشرعية، أول الأحكام الشرعية: هل يباح القتال في الأشهر الحرم أم لا؟ هل يباح؟ هل يباح القتال في الأشهر الحرم أم لا؟ الآيات دلت على عدم إباحة القتال، حرمة القتال. يسألون عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصبر عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وذهب الجمهور ذهب عطاء إلى أن هذه الآية لم تنسخ، ما زالت محكمة. والجمهور ذهبوا إلى قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فسعيد بن المسيب يرى سؤال: هل يصالح المسلمين هل يصالح يصالح او يصالح المسلمون ان يصلح المسلمين ان يقتلوا الكفار في شهر الحرام؟ اخذ التشنيع والانكار عليه من قبل من؟ من قبل اهل الاسلام. ليش؟ لانه ما بلغه، يعني هو يعمل بدليل ما بلغه. لذلك نعذر اخواننا وعلماءنا الذين لم يبلغهم الادله، لكننا لا نقبل على خطئه. اللهم امين وحفظك ربي، اللهم امين. على اساس انه قال الشهر الحرام، الله تعالى منع فيه القتال في الشهر الحرام، منع فيه القتال. وهنا سئل سعيد المسيب يعني انه هل يقاتل المسلمون الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم نعم، لان الله قال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم زمانا ومكانا، حيث وجدتموهم زمانا ومكانا. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلذلك قال المسيب: نعم، له أن يقتل
الكافر في الشهر الحرام. نعم في الشهر الحرام. والحجة في ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين وسقيفا بالطائف وأرسل عامر إلى أوطاس ليحارب من فيها من المشركين، وكان ذلك في بعض الأشهر الحرم. فلو كان القتال فيهن حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأنها منسوخة، الآية منسوخة في هذا الباب، يسألون عن الأشياء الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام خرج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. العلماء يقولون هذا التوجيه، هذه الآية في هذا الباب، أن النبي يوجهه الله جل في علاه على بعدما صد الكافرون أهل الإسلام وصد عن السبيل. نعم، وقد قال الله تعالى عنهم قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فقالوا إذن القتال مباح في الشهر الحرام، والمنع منه كان منسوخا، المنع منه جاء منسوخا، وهذا هو الأقرب، وهذا الأقرب لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا الأنسب أنها تكون ناسخة لقوله القتال في الشهر الحرام. أنا أريد أسأل سؤال وأريد جوابه، هل مقاصد الشريعة مع القتال حتى ولو في الأشهر الحرم حتى ولو في الحرم أم لا؟ يعني هل مقاصد الشريعة، هل يمكن يستدل بمقاصد الشريعة على جواز القتال في الأشهر الحرم أو لا؟ هذا السؤال مطروح عليكم. يا رب أمين، جزاكم الله عني خيرا، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، الحمد لله بالله. مقاص الشريعة هو طبعا حفظ الدين وحفظ النفس، لأنه قال والفتنة أشد من إيش؟ من القتل. القتل إيش؟ وهذا فتنة في الدين، فتنة في الدين، ففتنة الدين أعظم. ولذلك مقاص الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وأعظم ضرورات الخمس إيش؟ الدين، الدين، الدين والنفس والمال والعقل والعرض. الحكم الثاني، هل الردة تحبط العمل وتذهب بالحسنات بحسنات الإنسان أم لا، أو متى يحبط العمل؟ أولا، أما حبوط العمل فقد جاء عن قول الله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال، فالتصريح جاء بحبوط العمل. لكن هو الكلام هنا في المسألة الخلافية، هل حبوط العمل بنفس الردة أو بالوفاة بعد الردة؟ هذا الخلاف، هل حبوط العمل بنفس الردة أم بالوفاء؟ يعني موافاة على الردة. الحق المسألة فيها قولان. القول الأول هو قول الشافعية وقول الحنابلة، لا يبطل العمل إلا بالموت، لا يبطل إلا بالموت، حتى لو ارتد بطلان العمل بالردة. واستدلوا على ذلك بالآية، لأن الله ماذا قال؟ قال ما ارتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر. فإذا فيموت وهو كافر، هذا تقييد، يعني يموت كافرا، وجعل الموت مؤثرا على الحكم. نعم، لأن الله قال ما ارتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر، أو قيد، قال فأولئك حبطت عمله. يبقى حبوط العمل كان مقيدا بوصفين، الردة مع الموت على ذلك. فيبقى إذن ليست نفس الردة هي المحبوطة العمل، والمالكية بالوفاة. نعم، هي بالوفاة. المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا حبوط العمل بنفس الردة، إذا ارتد حبط عمله. وقالوا الدلالة على ذلك بأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أشركوا لحبط عنهم مكانه، فجعلوا بالشرك حبوط العمل.
فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال له ولو أشركت لحبطن عملك. فقالوا بها. فالحق أن هذه الآية غير هذه الآية, هذه آية غير هذه الآية. هذه معناها أنه مآل الأمر إلى حبوط العمل في الشرك, مآل الأمر إلى حبوط العمل. وهنا الله تعالى أعطى مساحة من أجل مسألة الإنقاذ والرجوع في هذا الباب. من جحد فعل نفسي, ومن أحسن فإيش فلنفسه. فلذلك يقول ما يرتد عن دين أمنكم عن ديني فيموت وكفر فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى حبطت أعمالهم بعد موافاة الأمر. يا شيخنا أقول الشافعية من يرتد عن دينه ثم رجع تاني للإسلام لا يحبط عمله. لا, ولو حج وارتد لا يطالب بالحج مرة ثانية. لا يطالب ثم أرجع للإسلام وارجع الإسلام ولا يضر ولا حسنة البقية تبقى كمان. وهذا فقه عظيم جدا لأن الآية صريحة جدا, فيموت وهو كافر. وهذا يوافق رحمة الله. نعم, ويوافق تأصيلكم للأحكام الشرعية في استخراج الأحكام الشرعية. هو هذه هي في هذا الباب. هو العلم أصلا ليس فيه إلا ذلك. العلم ليس فيه إلا ذلك. نعم. فإذا هم لما يعني احتجوا بقولي ولو أشركوا لحبطن ما كانوا يعملون, لئن أشركت لحبطن عملك, قلنا هذا مجمل عام, مجمل في المسألة ليس مفصلا, أنه يبين بأنه لو أشرك تحذير الله أو لأمتي فيكون حبوط العمل. ونحن معهم نقول حبوط العمل بالشرك عند الموافاة يحبط العمل, لكن ما دامت الأنفاس تخرج وتدخل فالتوبة معروضة على الأبواب وأعماله لا تسقط. لأن هذا أيضا عدم, لأن احنا لو قلنا بأنه حبط عمله في ردتي قد ننفر الناس من الرجوع. لكن لو قلت له حسناتك بقية أنت هتضيعها, ستضيع أنت, كان لك مكانة, يكون سريعا بأنه يرجع إلى ما كان عليه. إذا الحق أن حبوط العمل مرتبط بالوفاة. ممتاز, لكن إحنا ده صحيح, لكن المشكلة أن إحنا أصلا نريد أمرا آخر في هذا الباب, هو التأسيس أنه عمله لا يحبط إلا بالموت, والآخر حتى ولو كان ففرصته ما زالت سانحة للرجوع حتى لا يضيع عليه الحسنات. نعم. طيب, هذا الحكم الثاني. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل. لو هناك بعض الأسئلة فليتفضل السائل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.